مرحبا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من القدس دوت كوم في لندن. صحيفة هارتس الإسرائيلية تكشف الخميس عن اعتزام مجلس بنيامين الاستيطاني إقامة قرية تعليمية على مساحة 218 دونما بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم على بعد عدة كيلومترات خارج منطقة بناء المستوطنة وعلى أنقاض مدرسة لعرب الجهالين في المنطقة. السلطات المصرية تقلص حظر التجول الذي فرضته على مدن قناة السويس الثلاث، في حين اختصر الرئيس محمد مرسي زيارة إلى أوروبا اليوم ليتعامل مع أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ توليه السلطة قبل 7 شهور. حزب الله اللبناني يدين الخميس هجوما إسرائيليا، قال إنه استهدف مركز أبحاث في سوريا ويصفه بأنه محاولة لتقويض القدرات العسكرية العربية، ويتعهد بالوقوف إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد. وأفادت تقارير أمس أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أيضا قافلة عسكرية على الحدود السورية اللبنانية، قيل إنها تحمل صواريخ SA-17 المضادة للطائرات. وقد عبرت روسيا عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي، وقالت إن أي خطوة من هذا النوع ستصل إلى حد تدخل عسكري غير مقبول في البلاد. الممثل الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي يقول في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية أن ليس هناك مجال الآن للتعامل مع الأزمة السورية إلا من خلال مجلس الأمن الدولي. وقال الإبراهيمي إنه يجب إنهاء الغموض البناء الموجود في مبادرة جنيف حول دور الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية. الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز يجري محادثات مع الأحزاب السياسية بشأن من يشكل الحكومة الجديدة، وهي مهمة يبدو من المؤكد أن يكلف بها رئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو. دبلوماسي في فيينا حيث يوجد مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول الخميس إن إيران أبلغت الوكالة أنها تعتزم استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا في محطة ناتانز، ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن إيران من تخصيب اليورانيوم على نحو أسرع مما تفعله الآن. المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان برينستون ليمان يقول إنه يجب على الصين ألا تقصر تركيزها على المسائل النفطية في جنوب السودان وأن تساعد في معالجة النزاعات السياسية الأوسع بين البلدين. دبلوماسيون يقولون إن مجلس الأمن الدولي سيبدأ قريبا بحث إرسال قوة سلام دولية إلى مالي، وهي فكرة لم تكن المنظمة الدولية ترضى عنها قبل التدخل العسكري الفرنسي. أخيرا في هذا الموجز، إعصار مدمر يكتسح 4 ولايات أمريكية الأربعاء ويقتل 2 على الأقل. وقد اكتسح الإعصار ولايات ميسيسيبي وجورجيا وإندانا وتينيسي على غير ما هو معتاد في الشهر الأول من العام، ودمر منازل وسيارات وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.